احنا وقفنا المره اللي فاتت عند الكونجينيتال هيموليتيك انيميا انيمياز، وبدانا بالممبرين ديفكت اللي هو بيبقى في مشكله في الجدار بتاع كرات الدم الحمراء او الار بي سيز، وكان اكتر حاجه ركزنا عليها الهيريديتري سفيروسايتوزيس، وقلنا السفيروسايتوزيس او الهيريديتري سفيروسايتوزيس هنا في ديفكت في السكيلتون، الممبرين سكيلتون، في الانكرين او السبكترين والبانديسري، اي حاجه من دول او مجتمعين بيعملوا له مشكله. دي لما بتخش الريد سيل ممبرين از بنشت اوف ان ذا سبلين، او لما بيخش الطحال بتروح اخده منها جزء بسيط، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ديكريز الام سي في والسفيروفيستيتيك تشينج، فتبدا تبقى السيلز مايكروسيتيك وفي نفس الوقت فول هيموجلوبينايزد، بتفقد الايه السنترال بلد. لو بصينا في الفيلم هنا هنلاقي هنا دي سفيروسيتيك سيلز، شايفه اللي عليها الايه اللي عليها السهم ده، ده السفيروسيتيك سيلز، بعكس الايه بقيه الار بي سيز. الباي كونكيف بتاع الار بي سيز هنا محفوظ لكن انا مش محفوظ. وطبعا بما ان هنا في هيموليتيك انيميا هتلاقي في سيلز هنا فيها بوليكروميزيا، يعني بوليكروماتيك سيلز، دي من ضمن ايه المانيفستيشن او الساينز اللي في البلاد بيكشر بلاد فيلم نفسه، بوليكروماتيك سيلز والسفيروسيتيك سيلز. فدي على طول بت ايه في البلاد فيلم بتخليني اروح ناحيه الايه السفيروسيتيك سيلز او الهيريديتري سفيروسايتوزيس. خلي بالك اوعى تنسى حاجه، ان السفيروسايتوزيس احنا قلنا ايه هيريديتري. طب طالما هيريديتري ما ننساش حاجه، ان دي اوتوزومال دوميننت ديس اوردر، ده شغل مولكولار بيولوجي، احفظها بس ايه يعني ايه اوتوزومال دوميننت، لان احنا لو فتحنا في الاوتوزومال دوميننت وريسيسيف وسكس لينك امراض مش هنخش في الميكروبيولوجي، فاحنا مش عاوزين نخش في الميكروبيولوجي. يبقى هي اوتوزومال دوميننت، تعرف الكلمه دي ليه؟ لان ممكن تجي لك في الامتحان نوعها ايه؟ الهيريديتري الديفكت اوتوزومال دوميننت. ماشي؟ ده ايه السبب؟ الجين، وفي نفس الوقت ايه اللي بيحصل فيه؟ طب الكلينيكال مانيفستيشنز، طبعا هات الجنرال وحطه هنا، الجنرال كل المانيفستيشن بتاعت الجنرال انيميا حطها. سيمتومز اوف انيميا، وانتوا عارفين السيمتومز بتاعت انيميا ايه؟ انا علمتكم ثلاث حاجات ما تنسوهمش، تايردنس، الاجهاد، والفتيج، والايه؟ والهيدك، والبلو. اسبرينو ميجا تدخل في الطحال، دي علامات اللي هي الجنرال، والجوندس اللي هي بيبقى الواحد شاحب او مصفر، وبيجمنتد جول ستون، والكرونيك ليج السر اللي هي ايه؟ اللي هي القرح اللي فيه في الليج. في السفيروسيتيك بالذات بيبقى فيه جول ستون وكرونيك ليج السر. لابوراتوري فايندنج، هنا بالاضافه للايفيدنس بتاعت الانيميا كلها بتاعت الهيموليتيك بالذات، في حاجات مختصه للسفيروسايتوزس، حاجات لابوراتوري مختصه بالسفيروسايت، يعني انا لما اقولها يبقى بقول ان انا فعلا عندي هيموليتيك انيميا، انيميا تكسيريه سببها الهيريديتري سفيروسايتوزس، يبقى انا بحدد السبب. فلما هاجي اعالج المريض ده هعالجه ان هو عنده انيميا تكسيريه سببها السفيروسايت، يعني الهيموليتيك انيميا ده جروب من الديس اوردر مجموعه، بس هنا ايه السبب بقى؟ السبب هنا، عشان كده لما بنيجي نعمل كلاسيفيكيشن ونقسم ليه عشان نوصل للتشخيص ونبدا ندي العلاج. فعشان هنا بقى الكلينيكال فايندنج اللي تقول لي في سفيروسيتيك سيلز انيميا مودريت اور مايلد، الام سي في يوجوالي نورمال او ستايل ديكريز. لكن بقى بص ركز هنا بقى، ركز في الحته دي قوي الجزء ده خالص، لان دي ممكن تبقى محطه سؤال. المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن لازم يكون عالي. ليه؟ لان سفيروسيتيك وبتفقد السنترال بلور والهيموجلوبين كله بتاعها بيتراكم في ايه؟ وبيضيع السنترال بلور. فبنلاقي المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن عالي. دي اول علامه للسفيروسيتيك سيلز.
طبعا الليبراتور ايفيدنس اوف هيموليسيس، حد شاطر يسمعها؟ انا سامعه بيتكلم اهو، قال لي ايفيدنس اوف ريد سيل ديستراكشن، ايوه برافو عليك، وايفيدنس اوف ايه كمان؟ وايفيدنس اوف ريد سيل برودكشن، برافو عليك، واللايف سبان، برافو برافو، اكسلنت، انت متفاعل. اللي جاوب كده وقال كده يبقى شاطر. الليبراتور ايفيدنس اوف ايه؟ اوف هيموليسيس. انا سمعتك خلاص، انت شاطر، برافو عليك. يبقى ايه؟ تروح حاططها هنا كلها. والبريفرال بلاد بقى لازم اوعى تنسى في البريفرال بلاد لما تيجي تعمل بلاد فيل، ما تنساش ان في سفيروسيتك سيلز. السفيروسيتك عباره عن ايه؟ سمول ريد سيل وزاوت سنترال بلور، برافو عليك. يعني ايه سفيروسيتك سيل؟ يعني ايه سفيروسايت؟ يعني سمول ريد سيل وزاوت سنترال بلور. انا اقول لك كده اكسل. يبقى انا لما اجي اعمل بلاد فيل الاقي حاجتي، الاقي حاجه مهمه جدا سفيروسيتك سيلز، عرفتها ازاي؟ من الوصف ده. وفي نفس الوقت لقيت الليبراتوري ايفيدنس اوف هيموليسيس وتذكرها. وما تنساش في الايه؟ في الحسابات المين كورباسكال هيموجلوبين كونسنتريشن. في حاجه مهمه جدا، الاوزموتيك فراجيلتي تيست، اوعى تنسى الاوزموتيك فراجيلتي تيست، اختبار الهشاشيه بالنسبه للكرات الدم الحمراء سفيروسيتك، بيحصل تكسير ليها عند لو كونسنتريشن من ايه؟ من الايه؟ السولت نفسه، الايه؟ الصوديوم كلورايد. لما باجي اخففه بلاقي بتحصل بدري شويه، بدري شويتين مش شويه كمان، ليه؟ لان بتبقى ايه؟ انكريز الفراجيلتي، تبقى فراجايل هشه. اهو ادي ايه؟ رسمه توضيحيه لايه؟ للازموتيك فراجيلتي. عايز تقرا عليه كتير خش في العملي وابدا اقرا، هتعرف ازاي بتعمله وايه وبتفهمه كويس. وادي السوليسيتك سيلز دي تيست، حاجات مهمة جدا. في تيست جديد خالص لو انت قلته هو مش موجود عندك في الكتاب. في تيست جديد مش موجود عندك في الكتاب، اسمه ايه؟ ده سبيسيفيك بقى بس غالي، غالي، بيتعمل بحاجة اسمها فلو سيتومتر، تدفق خارجي. الاختبار ده بيتعمل بس غالي، اسمه ايه؟ فلوس بجهاز اسمه فلوس سيتومتري تدفق الخلل. اسمه ايه الاختبار ده؟ ايوسين 5 مليميد تيست، مليميد تيست. ايوسين ايه؟ ايوزين او ايوسين 5 داش مليميد تيست. الاختبار ده بيتعمل بالفلوس سيتومتري. انت يعني لو انت ذكرت الاسم بتاعه ده احنا نفرح جدا جدا ان انت راجل مطلع وبتقرا. ده الاختبار دوت بيبقى السنسيتيفيتي بتاعته 93% ل 96 وسبيسيفيك، متخصص في تشخيص الاسفيروسايتوزيس. اختبار مهم جدا بالفلوسايتومتري. احنا ممكن نجيبه كحتة جديدة في الامتحان وممكن ما نجيبوش، بس احنا هنجيبه طالما شرحناه ممكن نجيب الاختبار دوت في ايه؟ في التشوز. خلاص احنا خلصنا الايه؟ الممبرين ديفكت، اول حاجة الهيريديتري سفيروسايتوزيس شرحناها. في هيريديتري الليبتوسايتوزيس اللي هي بنسميها اوفالوسايتوزيس، احنا مش عاوزينك تعرف عنه كتير كتير، اعرف الاسم بتاعه بس، كفايه ان انت تعرف الاسفيروسايتوز. احنا قلنا ان اما نيجي اما جينا قسمنا الهيماتوك انيميا قسمناها على حسب انترا فاسكولا واكسترا فاسكولا، وبعد التقسيمه الثانيه قلنا ايه؟ كونجينيتال فيرسس ايه؟ اكوايرد. فالكونجينيتال خدنا اول حاجه الممبرين ديفكت الاسفيروسايتوزيس. هنخش بقى جوه كره الدم الحمراء بقى ونشوف ايه اللي بيحصل فيها، ايه المشكله لو حصل مشكله في الانزيمز اللي داخل كرات الدم الحمراء. ده تاني جزء من ايه؟ من الكونجينيتال. اللي بنسميه انزيم ديفكت التاني حاجه.
وعلى هناخد مثال معروف ومشهور قوي، الجي 6 بي دي او الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنس. نبذه كده كيميائيه عن الجلوكوز 6 فوسفيت انزيم. لو احنا جينا في الجلايكوليسيس كيميائيه، بقى جزء كيميائي اهو، الريدوكس ميتابوليزم ان ذا ريد بلاد سيلز، هنلاقي جلوكوز 6 فوسفيت عشان يتحول لجلوكوز 6 فوسفو جلوكونيت لازم جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. لو هو ناقص الخطوه دي مش هتتم. طب احنا عايزين ليه الخط، ليه الجلوكوز مهم هنا؟ لان انا عايز احول الاوكسيدايز دينات الى ريديوز دينات. طيب هتفيدني في ايه؟ لا، ما هو الجيكس بي دي هو اللي بيلعب الدور ده، هيحول النات بي الى نات بي اتش. طيب لما يحول النات بي لنات بي اتش هيجي على الجلوتاثيون ويعمل لها ريدكشن. ويعمل لها ايه؟ ريدكشن. طيب الجلوتاثيون ريدكتيز محتاج ايه؟ محتاج ريديوس دينات نات بي اتش، هياخد الاتش ويروح محول الجلوتاثيون الى ريديوس جلوتاثيون. لو تحول، شوف هنا، شوف بيضحك ازاي، شوف علامه حلوه ازاي جميله. طول ما انا عندي ريديوس جلوتاثيون علامه جميله في كره الدم الحمراء، مش هتتكسر. ايه اللي هيحصل؟ هيروح الريديوس دينات تحول الهيدروجين بروكسايد الى ووتر. طب دي علامه كويسه؟ اه طبعا علامه كويسه، ان انا بقلل الاكسدايزنج سبستانس فين؟ داخل ار بي سيز، فما يحصلش مشكله في الهيموجلوبين وما تتكسرش. طب لو هنا ده جي اكس بي دي حصل ديفيشنس، كل الرياكشن ده هيقف. ويحصل ايه؟ يحصل ان الجلوتاثيون تفضل اوكسيدايزد، ما يحصلش تحويل الهيدروجين بروكسايد الى الى ووتر، فبالتالي تتكسر كره الدم الحمراء. ده ايه؟ لو حصل ديفيشنس. طيب الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم ديفيشنسي عباره عن ايه؟ از انهيريتد ات اكس لينكد ريسيسيف كاركتر. الهيريديتري مش اكس لينكد، مش مرتبطه بايه؟ بالكروموسوم الجنسي، ولكن اوتوزوم بالجرثومات ايه؟ بالكروموسومات، بالجينات الايه؟ الجسديه. في اوتوزوم وفي ايه؟ 6 لينك. فده الجيكس بي دي اكس لينك. ممكن يجي لك الحته دي في الامتحان ويقول لك الزيكس بي دي ديفيشنسي از انيريتد ان اكس لينكد ولا اوتوزومال دوميننت. تختار دي. جلوكوز 6 فوسفيت ديفيشنسي ريزلت ان لو ليفل اوف النات بي اتش. طبعا اهو لو وقف مش هيبقى عندي نات بي اتش اند ريديوسد جلوتاثيون، ومش هيبقى عندي ريديوسد جلوتاثيون. Which are required to protect the hemoglobin from oxidative damage. يحمي الهيموجلوبين من الاكسيديتيف دامج. ناقص بقى الهيموجلوبين في الاكسيديتيف دامج. In the absence of adequate reducing ability provided by 6 BD oxidizing agent convert the hemoglobin to ايه؟ مس هيموجلوبين. هنا الهيموجلوبين هيتحول من هيموجلوبين لمس هيموجلوبين and then denature وايه؟ ويفسد. It causing it to precipitate ويروح مترسب جوه الخليه، خليه الدم الحمراء as high in the bodies. High in the bodies. يبقى الجي 6 بي دي فيه ايه بقى؟ بيعمل لي high in the bodies. High in the bodies دي سببها ايه؟ دي inclusion ايه؟ bodies موجوده في الار بي سيز. الهاي ان ذا بودي، الهاي ان ذا بودي دي بتحصل مع مرض ايه؟ الجي 6 بي دي. سببها ايه؟ سببها ان الهيموجلوبين بيتحول لمس هيموجلوبين فيحصل بريسيبيتيشن ليه ودي ناتشر. اول ما تخش السبلين خلي بالك هنا بقى، دي انترا فاسكولار ولا اكسترا فاسكولار؟ اكسترا فاسكولار. اول ما تخش السبلين يحصل لها ايه؟ بنشز. يروح السبلين عاضد الجزء بتاع ايه؟ الهاينز بودي دي ياكلها. اند ذا اوفر لانج ايه؟ ممبرين ليفنج بايت سيلز اور بليستر سيل. يسيب خليه معضوده كده، مخطوف منها حته كده، منزوع منها جزء كده. الليبيدمولوجي ده مش يعني من هاي من ما نكترش فيه. في
في حاجه اسمها الفافيزم، امراض الفول، الحاجات اللي بتزود الاكسدايز. الفافيزم ده ريليتد تو هيموليسيس افتر اورز او دايز اوف انجيشن اوف اور بينز، بعد الاطفال او بعد الناس اللي هم الاطفال بالذات اللي بياكلوا الفول بيحصل لهم هيموليتيك انيميا كونتين اوكسدايزنج فيسنس اند كونفيسنس ريليزنج فري راديكلز ويتش اوكسدايز الجلوتاميس ايون. ده بعد الاطفال، مش هندخله في الانزيم ديفيشنس، ولكن هو الفول نفسه بيأثر على بعض الاطفال يعمل فيها اوكسيديشن جوه كرات الدم الحمراء لان بيزود الاوكسيدايز جلوتاسيون يعمل لي الفافيزم. فالفافيزم غير الجيكس بي دي، عشان الناس ما تقولش ايه انيميا الفول هو جيكس بي دي، لا يختلفوا الاثنين عن بعضهم خالص. معظم مرضى الجيكس بي دي ما عندهمش سيمتوم، لكن يحصل لهم سيمتوم بتبقى عنيفه. بيزيد في اي حاجه تزود، اي حاجه تزود الاكسديشن داخل الار بي سيز تعمل ديستراكشن ليها وتعمل ايه هيموليتيك انيميا. لما يحصل اكسديشن اوكسيديتيف ستريس زي سيرتن دراجز، ادويه، انفكشن، عدوى، انجيشن اوف فافا بينز احيانا، الفول بقى هنا الفول بقى بيبقى مؤثر جدا جدا في الحالات دي. ليفر ديزيز ممكن يحصل بس مش مذكور يعني، مش قوي. رينال ديزيز، المهم دي بعض الامراض اللي ايه اللي بتزود الحاجه دي، لكن هو في الاول وفي الاخر ايه اكس لينكد، لكن دي بعض الامراض ايه يعني بعض الاشياء اللي تزود التكسير. والانيميا بتاعه اللي هو الجيكس بي دي بتبقى من 7 ل 10 ايام افتر اكسبوجر، يعني انت بتتعرض للحاجات دي بتحصل من 7 ل 10 ايام. دي هنا اليورين بيكمز دارك لما اجي افحص هنا نتيجه الهيموجلوبينوريا. بعد ما بتحصل اتاك على طول، خلي بالك وتتكسر كرات الدم الحمراء، ممكن تقيس الجيكس بي دي يطلع نورمال، ولذلك هنا في مشكله. فهنا مشكله ليه؟ مي بي اب نورمال، مي بي نورمال ساينس، اما زي ماتيور سيلز هاف بين لايزد اند اونلي يانجر سيل ويز نورمال جيكس بي دي ار بريزنت. شفت السبب ايه؟ ان النورمال كيز اللي حصل فيها المشكله اتكسرت خلاص، يطلع لك الايه؟ يطلع لك اليانجر سيلز وموجوده فيها جيكس بي دي وموجوده، تيجي تي سي يطلع نورمال. فهنا دي بتعمل لنا مشكله. احنا بنعمل التيست كوانتيتيف وكواليتيف. دي فكرة عن الجيكس بي دي، ولذلك انت عايز تعمل الجيكس بي دي صح تقيسه ويت فور 6 ويك افتر الموليس. انتظر، ما تبقاش في اثناء الاتاك، انتظر 6 اسابيع، لان ممكن يديك فولس نيجاتيف ريزلت ديورنج الهيموليتيك ابسود وين ذا اولد ار بي سيز كونتيننج ذا ديفكتيف انزيم هاف اوريدي لايزد. فبالتالي انت هنا لما تيجي بقى تيس هتلاقي في ديفيشنسي فعلا، ويبقى التشخيص بتاعك صح. طب ايه اللابوراتوري فايندنج؟ اللابوراتوري فايندنج بتاعت الهيموليتيك انيميا اللي سببها انزيم ديفيشنسي زيكس بي دي هنقولها ان شاء الله المحاضره القادمه.